يا ناس، السلام عليكم جميعا. انا سليم من قناة سليم. انا اليوم بدي اقول لكم انا هون بألمانيا مشكلة كبيرة هون، انه بلد اصطناعية اوروبية هون بيصنعوا المرسيدس والبي ام في. بالنسبة لهيدا الكورونا فيروس ما في بالمحلات محارم حمام توالت بابير، ما في. انا اليوم فقت حتى اقول لكم، هدول شايفين هدول محارم الحمام هدول. انا اليوم فقت بكير كتير، رحت هون بألمانيا على 5-6 محلات دور عليهم لهدول، دور عليهم هتجي لقي هون محارم الحمام. بالمحل السادس شايفين، بالمحل السادس شفت هونيك اخر اثنين، اخر اثنين شفتن انا، اخر اثنين شفتن لهدول واشتريتهم. واجا واحد لعندي قال لي انه اعطيه وحده منهم، هو كمان كان في معه اثنين منهم، قال بعد بده وحده منهم. قلت له لا يا عم، انت معك اثنين منهم، يعني ما بدي اعمل انا مشاكل هون بألمانيا بالنسبه لمحارم الحمام. انا هيدا الشغله مش فاهمينها، لانه بلد اصطناعيه بيصنعوا المرسيدس والبي ام في والفوفي وكله، ما في هون محلات، ما في ورق حمام. يا ناس شو هيدا بالنسبة لهيدا الكورونا فيروس. عشان هيك انا قلت انه حطوا هيدا على اليوتيوب لتل الناس بالعالم العربي يشوفوا انه البلاد الاوروبية كمان ما فيها كل شيء منيح ممتاز، ها؟ ولكن اني عم يحاولوا هون، عم يحاولوا. انا قلت هل بدي حطوا هالفيديو هيدا حتى لفرجيكم عليه، وانا اسا كتير مبسوط يون لهدول. اوكي، الله معكم ومع السلامة. كمان ببلادكم كمان في هيك، ها؟ كل المأكولات وكذا عم بتسكر بالنسبة لهذا الكورونا فيروس. اوكي، الله معكم ومع السلامة.